السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة اليوم واللي غادي تكون موضوعها هو الاستراتيجي دونتربريز. إذا أول حاجة غنطرح سؤال واللي هو لا ديفينيسيون دو الاستراتيجي. كل واحد فيكم يحاول يفكر واحد دقيقة ولا جوج ويعطينا اون ديفينيسيون ديال كلمة استراتيجية. نتلاقاو بعد الإجابة. إذا كلمة استراتيجية غادي نرجعوا شوية في التاريخ الوراء. أول مرة ظهرت أو أول ميدان استخدمت فيه هو الميدان العسكري. الحرب كانت كتستلزم من الطرفين أو الأطراف المشاركة فيها أنهم يطوروا واحد الخطة باش يواجهوا الأعداء. إذا كل طرف في الحرب كيحاول يطور خطة أو استراتيجية اللي من خلالها يمكن له أنه ينتصر ويحقق الفوز في المعركة. هذه الكلمة elle a été empruntée، يعني تم استخدامها كذلك من طرف الشركات، ولات موضوع الاستراتيجي ما بقاش متعلق بالميدان العسكري فقط، ولا في الشركات أيضا. علاش؟ لأن الشركة هي يعني كتشتغل في واحد المجال او لا كتشتغل في واحد الانفيرونمون، في واحد الجو اللي فيه منافسه، فيه عده ظروف باش يمكن لها انها تستمر في التواجد وانها تحقق الربح ديالها. الشركه محتاجه انها تطور او تحط واحد الخطه اللي تستطيع من خلالها تواجه المنافسين ديالها وتحاول انها تربح حتى هي دي بار دو مارشي، يعني تربح واحد النسبة من السوق تكون ديالها. من هذا الميدان كنفهموا ان الاستراتيجية هي شيء مهم جدا، هي اللي كتعطينا هذاك البعد اللي كنقدروا نديفلوبيو به الشركة ديالنا. اذا بالنسبة للاستراتيجي، بالنسبة للانتربريز، الانتربريز elle doit savoir quelles activités mettre en place، développer، exploiter ou abandonner. في الدرس السابق قلنا أن الشركة ممكن يكون عندها عدة أنشطة، ولكن هذه الأنشطة واش الشركة خاصها تحتفظ بها كلها، واش خاصها تطور شي أنشطة، واش خاصها تخلى على شي أنشطة أخرى. هذا في كله الاستراتيجي هي اللي غادي تساعدها أنها تأخذ هذه القرارات. إذا مثلا رجعنا للمثال ديالنا اللي هو لو سونتر دو بوتي، واحد السيدة عندها ان سونتر دو بوتي فيه لو ماساج، فيه ليبيلاسيون نورمال، فيه لا مانيكور بيديكور، فيه لي سوان دو فيزاج، وفيه لا كوافور. هاد الشركة، هاد صاحبة هاد الشركة هذه خاصها تفكر تكون عندها استراتيجية بالنسبة للسنوات القادمة، يعني من هنا سنتين أو ثلاث سنوات. هل هاد القطاعات كلها لازم تحتفظ بها؟ هل هناك قطاع ممكن أنها تطور أكثر؟ هل هناك قطاع ما كتربحش منه أو لما يبقاش عليه طلب أن إذا خاصها توجد راسها أنها تخلى عليه؟ هذا هو الهدف ديال الاستراتيجي دو لونتربريز. L'entreprise doit également anticiper les scénarios d'évolution pour chaque marché et estimer les coûts attachés à chaque alternative. شنو كنقولوا هنا؟ كنقولوا ان الشركه خاصها تحاول يكون عندها بعد نظر وانها تطابق السيناريوهات التطور الممكنه في كل سوق. يعني في ليكزامبل ديالنا خاصها تشوف هاد لو دومين ديال لو ماساج واش غيكون مازال عليه الطلب، هاد لو دومين ديال ليبيلاسيون واش مازال عليه الطلب، هاد لو دومين ديال لا مانيكور بيديكور واش مازال غيكون عليه الطلب او لا. مثلا مع تطور الات جديده ممكن لا كليونتيل تولي دير هادشي في دارها، او لو ممكن يوليو دوطخ فورم باغ اكزومبل ديبيلاسيون اكسيتيرا. دونك كيمكن لينا اننا من خلال الاستراتيجيه ان كنوضع سيناريوهات وكنشوفوا شنو ممكن يحصل في المستقبل المتوسط المدى، ومن بعد كنشوفوا كل سيناريو بشحال غادي يكلفنا. يعني مثلا انا كندير دابا ليبيلاسيون نورمال، قررت انني ندخل لا نوفيل تكنيك اللي هي ليبيلاسيون او لازير. اذا هاد ليبيلاسيون او لازير هذا سيناريو عندي، خصني نشوف واش غيكون عليه طلب، واش الناس عندهم القدره انهم في المدينه مثلا اللي غادي كنخدم فيها انا عندهم القدره انهم
يدفعوا الثمن ديال هذا لو سيرفيس هذا، خاصني نشوف مثلا كذلك واش هاد الناس كذلك عندهم الرغبة انهم يستعملوا اللازر، ومن بعد نشوف لي كو التكلفة شحال غادي يكلفني هاد الالات اللي خاصني نشري شحال غادي تكلفني، هل خاصني نخدم شي شخص اخر باش يخدم في هاد على هاد الالات هادي، واش خاصني ندير ليه اون فورماسيون اكسيتيرا. دونك كنشوفوا السيناريوهات الممكنه وشحال التكلفه ديالهم. لا استراتيجي ال مو بيرمي ديما دونتيسيبي، سي تري امبورطون هاد الكلمه ديال انتيسيبي، يعني كنستبقوا الاحداث، وهذا الشيء مهم جدا للشركه باش تقدر تواصل انها تكون التنافسيه ديالها عاليه. و اترافير تو سا لونتربريز دو بيان سور ملي كتوضع هاد السيناريوهات كتشوف شنو هو احسن سيناريو بالنسبه ليها au niveau du bénéfice ou également au niveau du coût. واش عندها لي موايان باش تدفع تحقق هذاك السيناريو، وشنو هو اللي ممكن يجلب ليها احسن عائد على الاستثمار ديالها، وانطلاقا من هادشي كامل كتختار الاستراتيجيه المناسبه. اذا هذه بالنسبه لا استراتيجي دو لونتربريز. اذا كيف ما قلنا الهدف ديال الاستراتيجيه هي اننا نستبقوا، اذا كاين ديما خصنا نديروا ان بلان، اون ابيل سا لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، يعني كنوضعوا واحد الخطه استراتيجيه. هاد لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك شنو المعنى ديالها؟ كنحددوا فيها شنو هما لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، وشنو هما لي اون سا بيرمي اوسي دو ريبارتير لي ريسورس انتر لي ديفيرون دومين داكتيفيتي. إذا كما قلنا شركة كيكون عندها بليزيوغ دومين، هادوك ملي كندير ليتود ديالي خاصني نشوف شنو هما لي دومين أو الأنشطة اللي هي استراتيجية بالنسبة ليا أنا كشركة، الأنشطة اللي كتخليني نربح، اللي كتخلي الاستمرارية ديالي. الأنشطة الأخرى اللي ما غاديش نبقى مستمرة فيها ما كيبقاوش من الأنشطة الاستراتيجية ديالي. إذا إلا كانوا عندي بزاف الأنشطة، مثلا هاد السيدة لاحظت أن المساج ما كيتطلبش عندها، او لا النسبه اللي كيطلبوا قليله، يعني نسبه الربح ديالها منه قليله، وفي نفس الوقت ما كنظنش ان في المستقبل هاد لو دومين غيكون عليه الطلب. اذا ممكن ان هاد الماساج ما يبقاش ان دومين داكتيفيتي، ممكن انها تفكر انها تخلى عليه. اذا غتحتفظ بهذوك لي دومين اللي هي متاكده او لا عندها الرغبه انهم يتطوروا وعارفه انهم ممكن يتطوروا. علاش كدير هاد العمليه؟ حيت الشركه ديما عندها واحد الموارد محدوده، الشركه ما عندهاش موارد لا نهائيه، سواء موارد ماديه ولا بشريه ولا ديال ليكيبمون ايتترا. يعني هاد السيده الا كتخدم دو بيرسون عندها جوج الناس كيشتغلوا معاها، الا كانت هادوك جوج الناس يا اما غادي تخدمهم تخليهم يركزوا في الاشغال او الانشطه اللي كتدر ليها الربح، او لا تفضل انهم يضيعوا الوقت في داك النشاط اللي ما كتربحش منه بزاف. اذا خاصها ضروري تعرف شنو هما الانشطه المدره للربح باش هذوك الموارد سواء الماديه ولا البشريه تقدر تستعملهم بطريقه اوبتيمال، باحسن طريقه. حتى الموارد الماديه مثلا عندها مثلا 10000 درهم اللي باغيه تستثمرها مازال في الشركه ديالها، واش هذيك 10000 درهم من الافضل انها تشري بها مواد مثلا ديال لو سوان دو فيزاج، اولا من الافضل انها تطور مثلا هذوك لي ماشين اللي عندها اللي كدير بهم لي بيلاسو. هي على حساب لي ستود ديالها غادي تعرف شنو هو لي دومين اللي كتربح فيهم اكثر، واللي غادي يكون من الاحسن انها تستثمر فيهم اكثر. اذا هذوك الموارد البشريه والماديه عندها غادي تستعملها بفاسون اوبتيمال باحسن طريقه. اذا هذا هو الهدف ديال لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك. السؤال اللي كيطرح نفسه اللي كان انفيتيكم انكم تفكروا فيه بالنسبه للحصه المقبله، وهو كيفاش الشركه او لصاحب هذه الشركه او الشخص المكلف كيفاش ممكن يعرف شنو هما هاد لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، كيفاش غيعرف شنو هما القطاعات او الانشطه الاستراتيجيه بالنسبه ليه. إيه كيشوف مثلا هاد لو سيكتور كيبيع فيه اكثر وهذا لا، ولكن راه الحساب ما كيكونش او العمليه الحسابيه ما كتكونش بهاد
البساطة هذه كيدخلوا التكلفة كذلك، كيدخل شنو هو لو تيب دو كليونتي اللي باغي، بزاف الأشياء كتدخل. ولكن كيفاش طريقة مبسطة اللي نقدروا نعرفوا بها واش هاد القطاع خاصنا نحتفظوا به ولا نطوروه ولا نتخلاو عليه؟ هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قبل ما نخليكم، غادي نتعود انني في اخر كل حلقه او لا في اخر بعض الحلقات نحط لكم دي زيكزيرسيس باش نشوفوا واش فهمتوا لي نوسيون مزيان، وباش الا لقيتوا راسكم مازال شي نوسيون ما فهمتوهاش تعاودوا ترجعوا وتعاودوها باش تطوروا لا كاباسيتي ديالكم انكم تتبعوا لو كور. دي سيلا كنتمنى لكم أمسية أو لا يوم سعيد، ونتلقاو في الحلقة المقبلة إن شاء الله.